واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. السكشن اللي فاتت اتكلمنا عن الهيت اكشنجر، اتكلمنا عن شلل ثقب الاقص، تمام؟ النهارده هنتكلم عن الهيت اكشنجر المختلف اللي هو الاير كول. طيب ايه الفرق ما بين الاير كول والشلل ثقب؟ حد يعرف؟ الميديم اللي بره دي. هنا انا بستخدم كولينج فيلم كولينج فلويد ايه فاهم؟ انا ببرد الحاجه اللي انا عايز ابردها بره. طيب عندي حالتين، يا اما دلوقتي الهواء ده هسيبه يدخل لوحده ويبرد، يعني هسيب الفلويد اللي عندي ده في الهواء كده يحصل له كونفكشن، يا اما هعمل اللي ده في الاير كول ان انا هبدا ازقه في فان، يا اما ازقه في فان يا اما اشفطه في فان، تمام؟ طيب دلوقتي انا مشكلتي الاير كول الاساسيه هي الارياس، انا عندي ارياس كتير جدا. تخيل بقى الارياس الموسيقى مشكلته ده باشمهندس الارياس في ارياس كتير عشان اكبر المساحه يعني، ف في ارياس كتير، انواع ارياس كتير. بس انا بروجكت عندي اشتغل اير كول، فرصه للواحد يدخل يعني. لو افترضت دلوقتي ان دي مواسير اهي داخل فيها الفلويد اللي انا عايز ابرده داخل من هنا، تمام؟ بيطلع من هنا، ده انا حد كده. طيب دلوقتي انا عايز ابرده هعمل ايه؟ هعدي الفلويد ايه؟ من هنا. فرق ايه هيعدي على التيوبز دي؟ التيوبز دي اوريدي التمبرتشر بتاعتها هتبقى عاليه لما تيجي تنقل سحبت شويه كيو من الفلويد، فالاير هيجي يسحب الهيت دي ويطلع لفوق، تمام؟ طيب يا اما هيبقى في فان بتزق من تحت، يا اما الحاله اللي عندنا هي فانز من فوق بتسحب الهواء، تمام؟ طيب عندي دلوقتي الحاجات دي اللي هي عباره عن زي ديسكات فوق التيوب بتاعها، دول عباره عن ايه؟ حد يعرف؟ زي فانز يعني فانز عشان تزود المساحه، تكبر المساحه، تزود ايه؟ الكيو، تزود الهيت ترانسفير كوفيشن عشان الاير يقدر يسحب كيو اكتر، تمام؟ فاول اير عندنا هي حاجه اسمها فرونتال اير، ايه هي الفرونتال اير؟ الفرونتال اير دي اللي الهواء بيواجهها قبل ما يوصل للتيوبز، يعني لو قلت ان دول عرض التيوبز دي كلها W وطول التيوب L، فلو تخيلت العرض ده زي الكراسه دي كده، الهواء بيدخل بيبقى قدامه الريكتانجل ده، هو بيدخل بيبقى قدامه الفرونتال اريا دي، الريكتانجل ده كله، تمام؟ دي الفرونتال اريا اللي هي بتساوي L W، او ممكن اسميها فيس اريا. كل ده قبل ما توصل، قبل ما توصل انها تلمس اي تيوب، يعني قبل التيوبس كلها هي شايفه الكتانجل، يبقى الاريا الفلو بتاع الاير ماشي في الكتانجل، تمام؟ طيب اول لما بيوصل للتيوبس ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يتوسع حواليها، بيبدا يلف حواليها يتوسع، ففي اريا بتتشال اللي هي الاريا بتاعت التيوب، يبقى معنى كده ان الفلو عندي بيمشي بعد كده لحاجه اسمها فلو اريا. نتيجة ايه؟ نتيجة ان التيوبس دي اخدت من الاريا ال اف دبليو. طيب
لما لو ده افترضت ان دي تيوب تمام، فالهواء قبل ما يلمس اي تيوب بيبقى ماشي في اريا قد الريكتانجل دي، اول لما بيوصل لحد التيوبز يبدا يتوسع حوالين الاريا بالظبط، فالاريا بتقل فبيمشي في حاجه اسمها فلو اريا. طيب الفلو اريا دي اللي هي ال ال في دبليو ناقص الاريا بتاعت التيوبز تمام. طيب تالت اريا عندي هي الاريا بير. ايه الاريا بير دي؟ هي بتساوي الاريا لو تصايد بتاعت التيوبز without fill. اللي بتساوي فويد دينو ال ام تي. اللي هي الاريا بتاعت التيوب لو انا اسقط. حد مش متخيلها؟ فاي دي نوت ال في ال تيوب. بص على القانون هتفهم انا بتكلم عن ايه. اللي هي لو رسمت الماسوره عامله كده اسقاطها هيبقى ريكتانجل تحت تمام، هيبقى الاريا دي اللي هي باي باي دي فاهم في عددها. مش الفلو اريا دي هتساوي بقى الفرونت اريا؟ هتساوي بالظبط الفلو اريا دي هتساوي الفرونت اريا ناقص الاريا دي تمام. طيب رقم اربعه ما لسه بقى في اريا كمان لسه، فدي انا قلت دي وداوت فيلز دي سؤال ايه بي. طيب الاي نوت بقى الحقيقيه هي هتساوي الاي نوت ويز فيلز اللي هي بعد كده هتلاقيها في الكورليشنز انا طالع منها الاريا بتاعت الفيلز تمام. طيب يبقى دول عندي اربع اريات مختلفه. طيب انا دلوقتي الفلو بتاع الاريا ده داخل تمام بيلاقي المواسير قدامه، فبيحصل ايه؟ الفلوستي بتقل. نتيجه ان الفلوستي بتقل دي هتبدا ان الاتش بتاعت الايه؟ تقل. فببدا استخدم المراوح دي اكتر. تمام؟ فالمراوح دي لما بستخدمها علشان اعلي الفلوستي عشان اعلي فيلوسيتي الهواء، فلما اعلي فيلوسيتي الهواء ارجع النص اللي بتحصل لي في الاير نتيجه المواسير دي انها بتربط الاير فيه. تمام؟ حد مش فاهم لحد كده؟ سؤال اريا نوت سواء اريا نوت بنسبه ايه الفرق اريا نوت؟ ان دي اي بي ودي اي نوت، دي ما اسمهاش اي نوت اسمها اي بي، يعني الاريا من غير الفنس. السطح التحت اللي هي اي نوت الحقيقيه اللي هي بالفنس، يعني اللي هي هتنقص منها الاريا بتاعت الفيلز الاريا الصغيره اللي مش موجوده. يعني ولا الشمس دي ما الشمس لا لسه هتشوفها في الكورليشن. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن البيتش. لو افترضت ان المواسير دي انا بصيت لها من الجنب انا شايف الدوائر كلهم جنب بعض تمام. طيب عندي هنا مسافه اسمها بي تي لترانسفيرسال بيتش. طيب ودي بي ال لونجيتودينال بيتش. في ريليشن بتاعت الكورليشن ما بينهم تمام؟ طيب لسه عشان الكورليشن ظبطت. طيب حد يعرف الكون ده ايه؟ ده اثنين بيتش ولا اثنين بيتش اثنين بيتش على حسب التيوب. طيب ماشي ده كله يساوي ايه؟ كله مع بعض زي هو بيساوي رقم من هنا. تخيل انت بصيت كده اهي، بص ليه ما بصيتش انا ليه بتساوي دبل اهي دبل. طب ودي اكيد مش ال
الاتش الارتفاع ارتفاع الاتش تمام؟ طيب ايه بتبدا من المركز عشان مش من الاول للاخر؟ ايه بتبدا من المركز بتاع اليوتيوب؟ انت بتقيس حاجه من الاول للاخر بتقيس من المركز من الستة اصل دي شوف سكات ايه؟ طيب عادة المسافة دي تبقى بي ال على بي ودي البي تي على بي. على فكرة في ناس بتقيسها من داخل يعني ممكن تقيسها بس ممكن تقيسها بس من الصفر فرق صغير فرق دايمتر معايا. طيب الاير دلوقتي لو قلنا ان الاير بيعدي، الاير بيعدي منين؟ من الجنب ولا من تحت ولا من فوق؟ من تحت. من تحت الاير لما بيدخل بيدخل منين؟ نفس الفكره ليه؟ تحت حسب لا الفن لو تحت يبقى يبقى فوق. ليه؟ لان انت دلوقتي عندك الفن عندك معين من الفايز يا اما انديوس يا اما فورس. مفيش مكان ما هي برضه بص الفورس هي بتزق الهواء هي ما بتبقاش متركبه ساعات بتبقى متركبه تحت ساعات متركبه في الجناب تحت مش من الجنب في النص ده لو في لو في فرس اسمها ايه؟ بليدز بليدز بتوجه اليمين لكن هي في عادي لو المروحه موجوده تحت الهواء هيطلع فوق على طول نتيجه فرق الكثافات ولو المروحه موجوده فوق فهو هيشمت هيبقى انديوز تمام لحد كده؟ طيب طب اللونجيتور بيتش دي هل اتجاهها بارلل للفلو ولا بيرفنديكولار على الفلو؟ اللونجيتور بيتش اتجاهها بارلل ولا بيرفنديكولار على الفلو بتاع ايه؟ بارلل. طب والترانسفيرس؟ بيرفنديكولار على الفلو تمام كده؟ يبقى لو قال لك البيتش بيرفنديكولار على الفلو تعرف ان هي ترانسفيرس بيتش تمام لحد كده؟ طب في الكوريشنز عندك هتلاقي فيه كيو تمام؟ الكيو دي لبندل واحده، يعني ايه بندل واحده؟ يعني المروحه واحده. انت البندل بيبقى عباره عن مثلا ثلاث مراوح. بيبقى بندل جنب بندل جنب بندل، فبيقول لك مثلا اربعه بندلز. فالكيو اللي عندك في الكوريشنز اللي انت بتحل عليها بتبقى في وان بندل. فلما يقول لك في المساله انت عندك اربعه بندل يبقى اجابه الكيو في الاخر لو طلعت هتضربها في اربعه. او لو الكيو دي جيفن هتقسمها على اربعه. تمام؟ طيب. بس ده في حاله ايه؟ في حاله ان البندلز دي متوصله فرق. انفرق. ودي الحاله الكومن اللي هو لو ما قالكش سيريس تمام؟ امبارح طيب لو انت عندك بقى البندلز دي ان سيريس هتعمل ايه؟ بتحسب الكيو التوتال اللي بتحسب بس انت مش متاكد ان كل الكيو بتاعتهم واحده فانت هتجمعهم يعني كيو واحد كيو توتال زي كيو واحد زي كيو اثنين زي كيو ثلاثه زي الكيو 4 لو قلنا عندي 4 بندلز لان انا مش متاكد ان الواحد دي هي بتساوي 2 على الاربعه بقى كل ده عايز على الاربعه بقى كل ده لا ما تسموش انت بتجمعهم هو دلوقتي بالظبط كان هو ده متقسمه السيريز ده هي عباره عن كام لو قررنا ان دي بندل هي اتقسمت مش بضرب عددهم بجمع بالظبط مش بضرب عددهم على طول انت مش متاكد ان هم متساويين اه
بس حاجه صعبه تيجي لان كده هتستخدم الشنطه اربع مرات. فرق من فوق بعض يبقى الفلو داخل كده بيدخل على بندل ويطلع، التاني يدخل على بندل ويطلع كده تمام؟ فبيبقى الايه تو اوت واحد تمام؟ لكن هنا الايه تو اوت مش واحد، يعني هنا مثلا بتدخل درجه الحراره 20 تطلع 30 بعد كده تطلع مثلا 45 بعد كده هنا تطلع 70، فاللي بيحصل بيبقى مختلف. لكن هنا بيبقى داخل مثلا 20 وطلع 40، فكلهم اللي داخل 20 طالع 40، فانت متاكد في البارلل كل الايلت هو الاوت، فالكيو هي 7. ونفس الفلو ريت طالما نفس البندلز نفس الايلي يبقى الفلو ريت اللي هنا هو اللي هيدخل هنا هو اللي هيدخل هنا، فالكيو هتفضل 6 في الثلاثه، لكن هنا الكيو مش هتفضل 6 تمام؟ طيب بس الحاله دي صعبه جدا لانها هتحل في الاربعه، فانت الاسئله الاسهل انها تيجي البارلل اللي هي غالبا بتيجي على طول. طيب امسكوا الشارع الكورنيشنز كده معايا، هنعمل نفس اللي عملناه المره اللي فاتت نرتب نفس اللي شفناه في الشارع معادله الكيو. تاني معادلة هي معادلة كيرلوس نمبر الرقبة الأخيرة تحت في الورقة. بس قبل ما أدخل فيها، قبل ما أفرض إن الفيديو بديب واحد، لازم أتشيك الأول ورا. هقول لكم المعادلة رقم كام سواء دلوقتي. سواء دلوقتي. بس افتكروا إن أنا لازم أعمل تشيك الأول. تمام؟ طيب. معادلة ثلاثة اللي تحتها هتلاقيها تشاور. معادلة إيه؟ معادلة أربعة. لف الورقة. معادلة السجن تاني صف. سجن بتساوي واحد ناقص دي نوت على بي تي. معادلة خمسة هي معادلة الدي ماكسيموم اللي فوق على اليمين. وستة اللي على الشمال. سبعة هي الاي نوت على الاي بي. من هنا من المعادلة دي بيطلع لي ريشيو الفرق ما بين التيوب اللي فيه فن والتيوب اللي من غير فن. تمام؟ طيب. معادلة 8 هي المعادلات اللي من أول الانديوس درافت فات بيبقى ان ار أكبر من 6 روز لحد 4 2 أو ان ار أو 6. يعني كل ده. كل دي معادلة 8. بتدخل فيها على حسب عدد الروز لان ار. معادلة 7 تمام؟ 8 اللي هو كل الجزء اللي هو اللي تحت ده كام؟ كل ده معادلة 8 من اول الاريا من اول انديوز درافت لحد 4 2 من الديلي 6 هنا اهو. ايوه كل ده معادلة 8 بتدخل بيه على حسب الان ار اللي عندك. طيب يعني انت لو نمبر اوف روز اللي عندك اكبر من 6 بتدخل في المعادله اللي هي الاولانيه تمام؟ طيب لو عندك انديوز ده لو عندك فورس تدخل في اللي تحت. طيب لو عندك انديوز بس النمبر اوف روز اقل من 6 بتمسك الايكويشن اللي انت عملتها فوق وتضربها في الواحد زائد في ماكسيم على ان ار سكوير كيوب. فهمت ولا لا؟ تاني عيد تاني؟ عيد تاني. انت دلوقتي عندك يا انديوز يا فورس، هو بيقول لك في الاول يا الفن اللي بتستخدمها انديوز يا فورس. طيب لو انديوز الاخر هتشكل اول ان ار دي عندك اكبر من 6 ولا اقل من 6؟ لو اكبر او تساوي 6 بتدخل المعادله اللي فوق، لو اقل من 6 بتدخل المعادله اللي فوق وبعد كده بتضربها في الايكويشن اللي تحتها على طول. تمام. مش دي انت بتدخل كده وكده في الاولانيه. فانت لو اقل من 6 بتضربها في الايكويشن اللي تحت. ونفس الكلام في اللي تحت في الفوق. حد مش فاهم كده المعادله دي؟ طيب. تيجي بقى عندك انت. معادلة 9 ارجعوا أول بأول صفحة تاني. معادلة اليو نوت اللي فوق واللي تحت الاثنين 9 بس أنا ما بستخدمش تحت الكوندكشن والكونفكشن دي اللي فوق بستخدم اللي تحت المبسطة. طيب هتلاقوا جوه في اف اي. الاف اي دي
هي الفولي based on inner band. يبقى لو قال لك ان الفاولينج اللي عندك بيز اون انر اريا وانر دايمتر بتستخدم اللي هي اللي هو تلات على طول اللي هي المعادله دي. طب لو هو قال لك ان الاف دي فاولي بيز اون اوتر دايمتر اوتر اريا اوتر دايمتر ما بتستخدمش المعادله دي بتغيرها بتعمل ايه؟ بتقول ان اليو نوت بتساوي واحد على واحد على اتش ار اريا اوت على اريا ايه زائد اف اي زائد واحد على انت فيلم سيرفيس اتش ار. لو تاخدوا بالكم الفرق ما بين المعادله دي والمعادله اللي عندكم في الورق الفرق ان انا طلعت اللي هي الفواي دي من جوه وطلعتها فوق هي فوق بس تعتبر ليه؟ لان دلوقتي بيز اون اوتر دايمتر فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان دلوقتي كان الريشيو ده راح مع بعض يعني الريشيو ده كان البيز اون اوتر دايمتر هي كانت دي مضروبه في الريشيو دي فراحت مع بعض طلعت بره فانت مش محتاج تضربها تاني. يبقى لو بيز اون اوتر دايمتر بتستخدم المعادله دي لو بيز اون انر دايمتر بتستخدم المعادله اللي عندك في الورق مش موجوده في الكورليشن مش موجوده هو ايه لقيت اف اس حافظينها حافظينها ما تبقاش على الكورليست لا اكتبها وغلط صح. طيب الريشو بتاعت ايه اوتر على ايه ده دي بيديك الريشو على طول المفروض في المعادله في المسألة. طيب كده وقفنا المعادله تسعه المعادله 10 هي المعادله بتاعت الداتا زيرو لغايه مين اللي تحتها بس دي هستخدمها لو مساله ايه؟ ديزاين لو ريتنج لازم استخدم ايبسون ان تيو اللي موجوده في الشاليان تيوب للصفحات اللي في الاخر. فمساله الاير كولر لو مساله ريتنج برجع لورقه الشاليان تيوب في اخر كام صفحه. طيب الدلتا تي لوغاريتمك مين هنا؟ في المساله 10 دي لو اف في دلتا تي لوغاريتمك مين؟ كروس فلو سي اف. طب الاف دي هجيبها منين؟ هتلاقيها في بيج من 5 ل 9 فين معلش؟ ايوه بس انا مش بستخدم كونتر فلو انا هنا مش كونتر فلو هنا كروس فلو فانا محتاج دلوقتي احسب ان ده مين كروس فلو لكن انا من هنا بستخدم الكونتر فلو كل اللي انا عارفه فانا محتاج اضربها في فاكتور عشان احولها لكروس فلو فالفاكتور ده هتلاقيه من صفحه 5 لصفحه 9 تعرف ليه صفحه 5؟ هتلاقوا فيه اثنين تشارتس، التشارت اللي تحت بيجيب لك الاف والتشارت اللي فوق بيجيب لك الداتا تي الداتا تي مين على طول. اللي هي اف الداتا تي لوجيتك مين كروس فلو. تاني التشارت اللي تحت على الشمال بيجيب لك الاف باستخدام البي وباستخدام الار. هتلاقي الار كيرفات والبي اللي هي الصف اللي تحت. فتقدر تجيب الاف وتقدر تعوض في المعادله اللي ورا. تمام لحد كده؟ دي اللي هتستخدمها. طيب في الشارت اللي فوق هو بيطلع لك الدلتا تي مين على طول. من غير ما ترجع للمعادله وتضربها في الدلتا تي لوجيتمك مين يعني. فالدلتا دلتا تي مين دي اللي هي بتساوي اف دلتا تي لوجيتمك مين الكروس فلو. فهمتوا ولا لا؟ هي مكتوب عليها السيتا دي اللي هي بتطلع السيتا. هي بتطلع سيتا. السيتا دي هي الدلتا تي مين؟ لا دلتا تي مين هي جنبها. السيتا بتساوي ايه؟ هنا مش مسامحني. السيتا بتساوي ايه؟ تبسط دلتا تي مين على قد ايه؟ طيب افتح الكويشن 10 دلتا تي مين بتساوي ايه؟ اف في دلتا تي بس هي دلتا مين هو بيطلع لك دلتا مين اللي انت عايزها على طول. اصل الارقام بتسافر شويه في بدل الارقام تقريبا كتير لما بجيبها مثلا من الشرطه. اه بيفرق معايا كتير في الحل ولا عادي؟ لا مش كتير عادي. انت كده كده اصلا مش هتعرف بس
بنستخدم النمبر اوف ليف بوينت لسه ضربه في الدلتا اليمين. طب انا هجيبها منين لحد ما حد صاب مني؟ طيب هجيبها منين؟ لو تاخدوا بالكم صفحه 5 هتلاقوا مكتوب تحت فور كروس فلو 3-2 بروز اند 1-2 بوس. يبقى لو عندي ان ار النمبر اوف روز هتساوي 3 والنمبر اوف 2 بوس هتساوي 1. استخدم الشرط دي. طيب حالة الصفحة يقول لك في كروس فلو ان ار بتساوي 4 او 1-2 بوس. هكتب نوت تحت، اكتب النوت تحتها كده. لو ان ار اكبر من 4 الاف هجيبها من الشارت اللي هي بتاعت الميكس دورها الميكس اللي موجوده في الشانل تيوب. تمام اكتبوا تحت لو الان ار اكبر من 4 الاف اللي انا محتاجها عشان استخدم المعادله 10 دي هجيبها من الشارت بتاعت الميكس دورها الميكس بتاعت الشانل تيوب. هتلاقوها هتلاقي في اف هي موجوده على الشمال وهتستخدم الميكس والان ميكس. 9 مش 11 ولا 9 بس مش 11. تمام طيب يعني بص صفحه كده صفحه 9 بيقول لك لو عندك كروس فلو ان ار بتساوي 3 و3 تيوب باس استخدم الصفحه دي. ايه اللي في الصفحة؟ مش هستخدم الصفحة دي بس اكتبوا نقطة تحت لو الـ N R أكبر من 4 والـ N R بتساوي N 2 باس الـF هتساوي 1 لو الـ N R أكبر من 4 والان تي بلس بتساوي الان ار يعني اكبر من 4 زي كده الاف هتساوي 1 على طول. طيب افتح بقى في الصفحه الان ار اكبر من 4 والان تي بلس بتساوي الان ار يعني الان تي بلس اكبر من 4 الاف هتساوي 1 على طول الاف اه بتساوي اكبر من 4 وان تيوب بوست اكبر من 4 الاثنين لازم تتحققوا. طيب اخر صفحه بيقول لك لو عندك كروس فلو ان ار بتساوي 4 وان تيوب بوست بتساوي 2 و2 روز بير بوست استخدم الشارت دي. طيب يبقى كده وقفنا عند معادله 10 معادله 11 المعادلة اللي تحتها بتاعت الـ A أو الـ Size. سي إيه؟ سيتا؟ ما سيتا دي إيه اللي على الشمال؟ ما أنت هتدخل بال أنت عندك الـ A دي وعندك الـ R وعندك الـ B تخش بالـ B والـ R. الـ B ده تحت. والار اللي هو الخطوط اللي هتذكرها
جيب السي طلع منها سكه سي من ابو طيب كده وقفنا عند المعادله 10 11. لو واخدين بالكم كل الكيو اللي موجوده هنا هي في 1 برضه. فلو عندك ضد الانفرال هتضربها في 4 وهتطلع في الاخر يعني. تمام؟ طيب بس ما تستخدمهاش هنا، هنا بتستخدم 1 باند العادي يعني كل ده في الاخر، بس لما تطلع كيو هتضربها في 4. طيب معادله 12 تفتح صفحه 3 الام ده اقرا ده هو المعدل الثالث واحده من تحت ام دوت ال ام دوت اتش معادله 12. طيب قلت لكم بقى في صفحه 1 ترجعوا صفحه 1 قبل ما تستخدم المعادله 2 تشكل الاول على المعادله رقم 12 تشوف هتقدر تطلع الفي تي ولا لا. يعني اكتبوا كده قبل يعني جنب مثلا اسيوم في تيوب سايد يكون واحد، اكتبوا تشيك معادله 12 الاول تشوف هتطلع البي تي ولا لا، عشان مش معقوله تفرضها وانت ممكن تطلعها على طول. طيب معادله 13 صفحه 2 الاي بي او هتستخدم الاي ار، يبقى الاي بي او الاي ار. طيب واكتبوا جنب الاي ار دي يعني في النوم كده الاي ار دي هتساوي جنب الاي بي تيوب فاي دي ار دي ار ال هتساوي اي او اي اي على اي او، لانهم بيبقوا مديكوا الريشيو مديكوا الريشيو الاي اي على اي او. فلو ضربتها في الاي اوت اللي انت جبتها من معادله 12 من معادله 11 هتطلع لك الاي ار، تقدر تساويها دي وتطلع ال اللي انت عايزه. تمام؟ طيب دي معادله 13. معادله 14 صفحه 3 هي الام دوت ايه؟ الاي اي على اي او. اي اي على اي او. لانه بيبقى مديك الريشيو دي على طول. معادله 14 هي معادله الام دوت ايه؟ ايه ريحه حضيره الدريه؟ اه ده ريحه تعمل ايه؟ ايه مش هو مديك ريش؟ اه ريش ريش انا عارف ماشي. طيب معدل 14 معدل 3 من دوت ايه؟ معدل 15 معدل ال ان سي هتساوي ايه؟ اول معدل فوق على اليمين ان سي هتساوي دبليو على بي تي. معادله 16 اللي هي تحت 15 اللي هي اول معادله فوق على اليمين ان سي هتساوي دبليو على بي تي. 16 فين؟ فوق على اليمين 15 فوق على اليمين 16 اللي بعديها بس 16 هي ان تي هتساوي ان سي في النار اللي هي تاني واحده على اليمين اللي هي جنب اللي هي ام دوت اتش ان تي هتساوي ان سي في النار. أربعة عشر من دوت إيه؟ طيب خمستاشر فوق على اليمين أول معادلة فوق على اليمين إن سي بتساوي على بي تي تلاتة ستاشر اللي هي لأ اللي هي إن تي بتساوي إن سي في النار. طيب في حاجه انا الان تي والان سي والان ار محتاجهم تبقى ارقام صحيحه، دول اعداد ما ينفعش يبقوا ارقام فيهم كسر. هعمل ايه؟ اول حاجه الان سي ده استنى الان سي ده بقربه لاقرب رقم مش خلاص. تمام؟ بقربه لاي اقرب رقم. طيب ال ان تي ده لازم اقربه الرقم يقدر
الاسم على اللاين الاخر على ال سي دي. يعني مثلا لو لاين سي دي طلعت 37.8 ودي طلعت 19 فهعمل ايه؟ هعرض دي مثلا خليها 36 وقرب دي خليها 18. ليه؟ عشان لان النهارده يطلع رقم صحيح يساوي 2 يساوي لا نص لا اكيد مش نص دي 18 ودي 37 نص نص لو قلت ان دي 18 لازم تبقى دي 36 تمام؟ فلان النهارده تطلع 2 لازم لان النهارده تطلع رقم صحيح. بس انا بلعب في الان سي والان سي عشان النهارده اوصل لان النهارده رقم صحيح تمام؟ طيب ممكن اكبر لحد كام بس؟ رقم يعني ده هتقربه لاقرب رقم صحيح ماشي وده هتقربه لاقرب رقم صحيح اللي يبدا الاسم على الان سي تمام؟ طيب يبقى كده احنا وصلنا لمعادله 16. معادله 17 هي معادله البي تي هتساوي بي والبي ال هتساوي بي جزء 3 على 2 اللي هي هتقعد رابع سطر فوق على الشمال. السطر ده كام؟ الرابع. ايه ده؟ رابع سطر فوق على الشمال. البي ال البي تي هتساوي بي. هتضرب فين؟ انا بقول لك فوق على الشمال. اشكر عامل ايه؟ معادله 18 هي معادله الديت السطر اللي فوقيه على طول، الاتش هتساوي بي ال في ان ار. الاتش بتساوي بي ال في ان ار. لا هي بس ما هي نفس المعادله. طيب معادله 19 هو السطرين اللي تحت البيتا واللي هي الاثنين بيتا اللي تحت. طيب انتوا هتلاقوا دي اسمها البيتا اللي هي الكومباكتنس. الكومباكتنس تمام؟ لو مديها لكم ما تستخدموهاش هنا. لو مديها لكم ما تستخدموهاش. يعني مش تستخدمها عشان تجيب الفوليوم عشان تطلع الدبليو اتش ال لا كانك ما شفتهاش. تمام؟ يعني لو انت بتقرب اوريدي. يعني انت هو المفروض ان هو مديك البيتا دي على ديزاين هو المفروض هو حاطه في دماغه يعني بس انت بتقرب على مزاجك. انت لما هتغير ال ان سي وال ان سي هتغير معاك ال دبليو وال ال وال اتش فالفوليوم ده مش هيفضل ثابت فالكومباكتنس هتتغير اوريدي لما انت هتلعب في الارقام دي. يعني لو عطيها جيفن مش هعوض بيها هنا؟ كل الكلام ده يتكذب. فانت غالبا بتستخدم البيتا لو انت عايز البيتا بتستخدم المعادله اللي تحت يعني غالبا. طيب دي معادله 19. معادله 20 تساوي سطح 4. بس معادله 19 المعادلتين اللي تحت تحت السطح. اه تمام. لو مش جيفن لو جيفن لو جيفن ما كده ما تستخدمش المعادله. اه لو هو طالبها بقى تستخدم المعادله. طيب معادله 20 هي اول معادله فوق على اليمين تكلف. اربعه معادله 20 اف اف 21 اللي على شمالها دلتا بي تي جي اير اللي هي تاني سطر على اليمين زي اسمه ماس فلوكس. 23 هي المعادله اللي تحت الاف. 24 هي معادله السطر الثاني على الشمال دلتا بي اير.
طيب صار عندك كم رقم؟ طيب تعال بقى كده نسخيه. مش طالب ال ودبليو والحاجات دي كلها جدا ومديني ال نمبر ولا ال اسم ودي كل حاجه. طيب هنا هتلاقوا في دي نوب وهنا في دي نوب. دي هتلاقوا في سكشن كده اسمه فين، هتلاقوا برده نفس المسائل دي نفس بتاعت شالنج وبتاعت تيبلز برده، وهنا كاتب لكم بعدها هي فين. فدي دايمنشن فين تمام. طيب ومديك كل حاجه شبه شالنج، هنبدا نمشي في المعادلات. فمساله الريتنج انتوا عارفين ان انتوا في حاجات هتلاقوها محلوله فمش هتمشي فيها. خلينا نبدا نمشي واحده واحده. أول حاجة، هل حد استخدم المعادلة رقم واحد؟ لا، لأن عندي اثنين أنوف، مش حابب استخدمها. طيب، معادلة اثنين، حابب استخدمها؟ شكل أول معادلة 12، طيب خلينا نفتح معادلة 12. اللي بتقول لك ان الـ M تظبط بتساوي يو هر امي تيوب على امي تيوب باصص باي على الاربعة دي ام سكوير دي تي. طيب ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي؟ عندي رو اتش صح؟ رو اتش دي ام. طيب فين الان؟ مش الان تيو ماشي. طب ايه رايك انك تشوف معادله 12 16 نروح نجيبها بقى منها؟ شوف معانا الان سي ومعانا بالظبط. فانت الان تيو دي هتقدر تقول الان تيو بتساوي ام سي في ان ار، فكده عرفت تجيب لي نمبر اوف تيو. طب والنمبر اوف تيو باصص اهي الدي انا اهي بقدر احسب. فانت دلوقتي تقدر تجيب البي تي، فالبي تي هتطلع تمام كده. يبقى انا عملت شكل على معادله 12 وماشي. هبدا امشي في نفس الترتيب بتاعي معادله 2 الار ريز نمبر بتاع التيو هتساوي رو في تي دي هنا على ميو. هل في حاجه مش معايا؟ كله معايا بالظبط. يبقى حاضر اجيب الهيروز نمبر ده. بس هو لو ما كانش اقدر احسبها فرضت الفي بواحد هاخد بواحد اهو. امتى بدا بقى مع الحسب؟ انا عشان كده لما تشيك لو تشيكيت معادله 12 واتحلت يبقى انت كده جبت الفي تي على طول. لو ما لقيتهاش يبقى انت هتدخل تفرض بواحد وتحل على طول، لان مش هيبقى ميتي دي. لا طيب يا اما هيبقى ميتي دي وطالب منك الاند تيو. طيب معدل تلاته ما تلاقيش اهو. هل في حاجه مش معايا؟ معايا كل حاجة، حاضر أجيب الـ اتش ار. كده قدرت أجيب الـ اتش ار، طيب معادلة 4. هل حابب أستخدمها؟ طيب اروح لمعادله 5. هو اداني ليه؟
هاني ليه؟ هو مش عايزك تحسب لي هاني ده زعلني ولا لا ده ممكن يبقى ارقام ثانيه ممكن شيك كبيره يعني الصبر لا ما انت خلاص جبت انا محتاج تعمل كده بس في البيت ليه دي انا مش هديها بس هو مديها لك بس انا كده كده مش هديها شو ممكن يكون في حاجه مثلا من اللي جواها عايز انا بقول لك هو مديها لك هو مش عايزك تعرف يعني طالما هو مديني القيمه الاساسيه يعوض بيها يعني يعوض بيها مش هديها مفيش حاجه انت محتاج تطلعها مفيش حاجه خالص تمام معادلة خمسة المعادلة دي فيها في ماكسيمم وفي فيس وسجن عندي السجن بس ما عنديش ولا في ماكسيمم ولا في فيس فأنا محتاج معادلة تحلل لي في ماكسيمم أو في فيس إيه رأيك؟ في ستة جنبها فيها في ماكسيمم ستة دي بتقول إيه؟ رينولدز نمبر ماكسيمم رينولدز نمبر ماكسيمم ده أنا هحسبه بالفي ماكسيمم أنا محتاج الفي ماكسيمم طب إيه رأيك تشوف المعادلة 14؟ طيب في فيس حل بيه اللي هي دوت ايه بتساوي رو ايه دبليو في ال في في فيس هل حضرتك لا اللي هي دوت ايه والرو ايه ده والدبليو والاي اللي جبت حضر طلع الفي فيس تطلع بتساوي هي مشكله مساله الريتنج انك بتلخبط الارقام شويه طيب هرجع بقى لنفس الترتيب تاني معادله خمسه الفي ماكسيمم بتساوي في فيس على 6 هتطلع الفي ماكسيمم بتساوي 6.72 متر في الثانيه طيب معادله 6 هل دلوقتي حد احسب الريلز نمبر الماكسيمم؟ ايوه حد احسب هيطلع 9815 طيب معادله 7 هل انا محتاج ايه نوت على ايه في حاجه؟ اول حاجه اعملوا زي سهم كده ان الاي بير دي اللي هي موجوده في المعادله 13 انتوا محتاجينها من 7 فانت لو معاك الاي نوت حضرتك تجيب الاي بير وتنزل بيها تجيب الال لو انت محتاج الال دي بس انت مش محتاج الال هنا جبت اوكي معادله 7 لو معاك الاي نوت حضرتك تجيب الاي بير الاي بير دي هتستخدمها فين؟ هتستخدمها في المعادله 13 اللي تحتها اللي هي هتقدر تجيب بيها الـ طيب الكلام ده معادله 7 دي تستخدمها امتى؟ تستخدمها لو عندك فورس دراج مش انديوز فانت هنا دي مساله انديوز عشان كده معادله 7 هتسكبها لانها مش موجوده طيب يبقى دي عدناها نروح لمعادله 8 كانش ينفع استخدمها حتى لو انا ديزاين ما ينفعش استخدم سوا عليها. فوس دي فوس بس. طيب معادله 8 هستخدم انهي سطر؟ انا دلوقتي عندي ان ار اقل من 6 فانا محتاج دلوقتي استخدم السطر الاولاني واضربه في السطر الثاني يعني استخدم المعادلتين اضربهم في بعض. هستخدم المعادله الطويله واضربها في الفاكتور اللي تحت هتطلع في الايه؟ الاتش دو بتساوي 49.3 وات في المتر سكوير كيلو معادلة 9 بتاعت اليورو هستخدم أي معادلة؟ المعادلة الموجودة في الورق ولا المعادلة اللي أنا حفظتها؟ احنا قلنا المعادلة دي تعتمد على أي على أنهي؟ على إف أر طيب الـ FY هو قال لي بيزد أون إيه؟ ليدي أوتسايد يبقى معنى كده إن أنا هستخدم المعادلة اللي أنا حافظها اللي هي بتقول لك اليورو هتساوي واحد على اتش أي إيريا أوتسايد على إيريا إنسايد زائد FY
زائد واحد على ثيتا كف اس اتش ار صفر. تمام؟ طيب هنطلع في الاخر 14 وات بير متر سكوير كيلو. ده اول مطلوب. طيب بعد كده هل حرارة المعدل 10؟ لا بالظبط، يبقى زي تريد ما ينفعش استخدم دلتا دي لوجيتميك مين، يبقى لازم استخدم اللي هي ابسلون ان تي يو. يبقى افتح ورقه التشالنج تي يو. هجيب السي كود هتساوي ام دوت كود سي تي كود، تطلع بتساوي 120.48 كيلو وات في الكلمة. السي هوت هتساوي ام دوت هوت سي تي هوت هتساوي 80.64 كيلو وات في الكلمة. يبقى دي السي ماكسيم ودي السي مينيم. طيب دلوقتي محتاج احسب الكيو ماكسيم عشان اجيب الابسلون. الكيو ماكسيم هتساوي سي مينيموم تي هوت ان ناقص تي كولد ان. هتطلع في الاخر الكيو ماكسيم دي بتساوي كيلو وات. تمام؟ طيب لو فاكرين كان ال ان تي يو كانت بتساوي اليو نوت اريا نوت على السي مينيموم. فانا محتاج دلوقتي احسب الاريا نوت. الاريا نوت هعمل ايه؟ حد يعرف لو انا معايا لو انا دلوقتي عايز احسب الاريا نوت هعمل ايه؟ من الريشيو بالظبط. حول الاريا نوت هي بتساوي اريا نوت على اريا اي في اريا اي. طيب الاريا اي دي هتجيبها منين؟ لا اريا اي لو ما عرفتش لازم اعمل اريا اي. تاخد معاك 13 كده؟ ده الاريا الاريا هيساوي باي دي ان ان في ان تيوب والان تيوب اللي هو الان سي في الان ار. فمن هنا قدرنا نجيب الاريا نوت تطلع بتساوي 3958.7 متر سكوير. فمن هنا قدرنا نجيب الـ NTU. يطلع بتساوي 0.69. ومن الـ NTU هدخل في التيم اللي هي بتاعت الابسلون اللي هي اما الشارت. هجيب الابسلون. الابسلون كانت بتساوي في حالة ان انا عندي دلوقتي. الحالة دي كانت بتساوي 1 ناقص اكسبوننشال. واحد على واحد على سي واحد ناقص اكسبوننشال واحد ناقص سي في ان تي. فانا السي دي كانت عباره عن ايه؟ حد فاكر السي دي كانت ايه؟ سي مينيموم على سي ماكسيموم بالظبط. ومعايا ان تي ومعايا السي فكده قدرت احسب الابسلون. الابسلون هيطلع بيساوي 0.424 والـ NTU اللي هي اكسترا كانت بتساوي كيو على كيو ماكسيم. الكيو ماكسيم جبته من فوق اهو ومعايا الاكسترا. حاضر اجيب الكيو اللي انا محتاجه. الكيو دي هتطلع بتساوي 4279.8 كيلو وات. هل دي اللي هو عايزها؟
بالظبط. دي مش كيو توتال، دي كيو توتال كيو للبندل واحد. فانا عندي دلوقتي اربعه بندل، فالكيو توتال بتساوي كيو في اربعه اللي هي تطلع بتساوي 17.12 ميجا وات. بعد كده بقى هرجع لمعادله واحد هقدر اجيب التي كولد اوت والتي هوت اوت. عندي كل حاجه هقدر اجيب التي كولد اوت. هنطلع بتساوي 59.5 سلسيوس. ونفس الكلام بالنسبه للتي هوت اوت هتطلع بتساوي 96.63 سلسيوس. تمام؟ طيب خلينا نقول مسألة الديزاين كده كفكرة بسرعة، تمام؟ طيب لا عشان دي مسألة ريتنج صغيرة، مسألة الديزاين هي اللي فيها. طيب انا دلوقتي مشكلتي مسألة الديزاين اللي هتقابلكم يعني باشمهندس الكيوب او باشمهندس اللي في المعادله ديت تبقى الواحده بس مش الاربعه. اه كل اللي في الكورليشنز واحده، انت بعد كده لما تطلعها زي ما هو عايزها تجربها. تمام؟ دلوقتي في معادله الديزاين مسألة الديزاين يعني لما تمشي في المعادلات وتوصل لحد المعادلة 12 ال N تيوب هتطلع بتساوي 28.38 تيوب. تمام؟ يعني هتمشي لحد معادلة 12 مفيش أي مشكلة. فدي هتقربك ل 30 تيوب. ليه؟ لأن أنت ولا لسه طلعت ال N C ولا لسه طلعت ال N O. فدي هتقربك لأقرب حاجة. تمام؟ طيب بعد كده هتدخل معادله 13 عايزه تطلع الالي من الاريا من الريشيو المضروبه في الاريا اوت سايد ومن المعادله اللي جنبها هتقدر تطلع الالي تطلع ب 15.825 متر. تمام؟ بعد كده معادله 14 هتقدر تطلع منها الدبليو هتساوي 1.05 متر. بعد كده معادلة 15 هتقدر تطلع الـ ABC هتطلع بتساوي 17.413 متر. طيب احنا دلوقتي استخدمنا الـ N تيوب ال 30 دي عشان نطلع الـ L وعشان نطلع الـ W. تمام؟ ما استخدمناش نطلع الـ ABC بعد كده يعني. فالـ ABC طلعت لي 17 فاحنا قلنا هنقربها لأقرب رقم. فيا 18 يا 17 اللي يريحك. تمام؟ طيب انا قربتها ل 18 بس في حاجه دلوقتي الان تيوب ما بقتش تقبل يسمع الان سي 30 فانت لازم دلوقتي تقرب الان تيوب دي لرقم يقبل يسمع 30 يقبل يسمع 18 فاني اقرب رقم 36 فالان تيوب الجديده لازم تطلع 36 تيوب. لا تقرب رقم يا 17 يا 18. تمام؟ طيب فطالما الان تيوب دي اتغيرت ايه اللي هيحصل؟ اللي ايه اللي هتتغير هتحسبها تاني فهتحسب الان جديد هتطلع بتساوي ما غير الان سي 13.187 ينفعش اقرب الـ NC في الوسط ترى رقم اصغر او بس لكن اللي فوق هي اللي ينفع. اه فالان هتتغير وبعد كده الـ W هتتغير هتساوي 1.264 متر. تمام؟
بس كمان مسألة حيث هي دي اللازمة الوحيدة من الوحيدة. طب في حاجة كمان المسألة دي هو كان بيديك اليو نوت على طول تمام؟ فانت طالما قال لك اليو نوت على طول فانت المعادلات اللي هي من اول معادلة 2 لحد معادلة 9 مش هتستخدمها مش هتحتاجه في حاجة لان انت خلاص جبت اليو نوت وهي اهو بيديها لك. طيب انت دلوقتي في المسألة دي انت لسه لحد دلوقتي ما طلعتش في الـ R. طب فهتعمل ايه في معادلة 8 لو اليو نوت دي مش جبت؟ افتح كده معادلة 8 معادلة 8 بيقول لك لو ان ار اكبر من 6 او ان ار اقل من 6. طب انت ما عندكش ان ار وهو مش بيديك اليو نوت هتعمل ايه؟ هتفرض ان ان ار اكبر من 6 وتستخدم المعادله اللي فوق وتحل وتكمل لحد ما توصل لحد هنا. يعني هتوصل لحد هنا ان انت معاك ان كيوب وان سي هتقدر تجيب الان ار. فلان ار هتشوف بقى هتطلع لك اكبر ولا اصغر. لو طلعت اكبر يبقى فرضك صح، لو طلعت اصغر يبقى هتضرب الاتش نوت دي في الفاكتور اللي تحت وتعيد تاني المساله. في الاول بفرضها بايه؟ بتفرضها ان هي اقل، ما بتفرضهاش رقم. بتفرضها ان هي اقل بتستخدم المعادله اللي فوق. خلاص ماشي. تمام؟ حد مش فاهم؟ يعني في الاول بنفرض ان هي اقل؟ يعني في الاول بتفرض ان هي اكبر، ان هي اكبر تستخدم المعادله اللي فوق. فلو طلعت لك اقل بتضرب بقى الاتش نوت في الفاكتور اللي تحت ده. وبتعيد حسبه اليو نوت وبعد كده تعيد تسالها هتلاقي بقى هتلاقي بقى بسيط يعني مش كبير. حد مش فاهم؟ حد عنده سؤال؟ يس اتفضل.